بسم الله الرحمن الحمد لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنكمل بإذن الله المحاضرة الثانية في محاضرة الكيموثيرابي الأنتي مايكروبيال. هناخد مراجعة سريعة كده لغاية لما بقية الناس تنضم إن شاء الله. اتكلمنا عن الكيموثيرابي اتكلمنا على هل اللي بيحصل، هل الباست والبريزنت والفيوتشر بتاعت الكيموثيرابي، وموضوع البري انتبيوتيك ايرا او البوست انتبيوتيك ايرا اللي احنا ممكن نوصل له. اتكلمنا على بعض الحاجات الهيستوري في الديسكفري بتاعت الانتبيوتكس. اتكلمنا برضه على شويه حاجات بيزكس برضه هناخدها على السريع كده. قلنا الفرق بين الانتي ميكروبيال والانتي بيوتكس. الانتي ميكروبيال انكلود انتي بيوتكس، الانتي ميكروبيال انتي بكتيريال انتي فانجل انتي فايرال وات ايفر، ممكن يكون حاجه كيمو ثيرابي عامه، لكن الانتي بيوتكس حاجه مستخلصه من كائنات حيه وانا استخدمتها، ممكن تكون هي مستخدمه بشكل كامل او ممكن تكون حاجه سيمي سينسيتك حتى. اتكلمنا برضه عن البكتيروسايدال البكتيروستاتيك ايجنتس، الحاجات اللي بتبقى تستخدم حاجه تعمل كيلينج للبكتيريا او تعمل انهبيشن للجروس او انهبيشن للمالتيبليكيشن. اتكلمنا عن الاكتيفيتي سواء كان برود او نارو سبيكترا. وقلنا احنا خلاص احنا ممكن بقى ما نستخدم مضاد الحيوي، احنا ممكن نموت الام والطفل والعيان ونموت الطبيب ونموتهم كلهم. فقلنا الكلام ده ما ينفعش كاسترايزيشن او ديسانفكشن، الحاجات دي ما تبقاش سبيسيفيك او سيلكتيف، فاحنا عايزين ماده بتكون لها سيلكتيف توكسيستي بحيث تقدر تضرب او تعمل ديستروينج للاستراكشر بتاعت البكتيريا وما تاثرش على الهيومن سيلز او على الهوست. وقلنا كمان الانتي بيوتكس بتعمل جنبا الى جنب مع جهاز المناعه، والنقطه دي مهمه جدا. في حاجه اسمها مينيمال انهبيتوري كونسنتريشن، وده يمكن هناخدها ان شاء الله في الجزء العملي من المحاضرات ان شاء الله، غالبا المحاضره الجايه. وفي برضه حاجه اسمها مينيمال بكتيريسايدال او بكتيريسايدال كونسنتريشن، برضه الكلام ده هناخده. اتكلمنا على المضادات الحيوية الانتي بيوتكس، وقلنا تقسيماتها على حسب الاورجن بتاعتها، على حسب الابسوربيلتي بتاعتها، على حسب الافكت على البكتيريا سيل، على حسب الاكتيفيتي بتاعتها والسبيكترم بتاعها، وعلى حسب المود اوف اكشن بتاعها. على حسب الاوريجين قلنا في حاجات منها ناتشرال حاجات طبيعيه، ممكن زي البنسلين مستخلصين من فطر البنسيليا من اللي جاي من الفانجاي، وقلنا قصه الكسندر فيليمينج سنه 28 واكتشافه لفطر البنسيليا اكسيدنتال مصادفه. تمام. كمان في حاجات سينثيتك زي الكونولون. على حسب الابزوربشن احنا ممكن في حاجات بتشتغل حاجه لوكال في حالات سيستميك او جنرالايزد. مدى تاثيرها على الخليه على السيل ممكن تو كيل ات اور تو انهبيت ات كبكتيروسايدر او بكتيروستاتيك. في حاجات بتشتغل على
مجموعة صغيرة من الأورجانيزمز أو مايكرو أورجانيزمز، ودي تبقى مثلا نارو سبيكترام، وفي حالات تشتغل على مجموعة كبيرة أو مالتيبل، ودي تبقى برود سبيكترام. وهنا تقسيمة الأنتي بيوتكس على حسب السبيكترم بتاعها برود أور نارو. وده شكل بيوضح بعض أنواع الأنتي بيوتكس ومدى شغلها على سواكات الميكوبكتيريوم تيبركلوز أو جرام نيجاتيف أو الجرام بوزيتيف أو الكلاميديا حتى أو الريكيتسيا. فتلاقي بعض انواع المضادات الحيويه زي التوبراميسين شغال على الميكوبكتيريا وشغال على الجرام نيجاتيف او على جزء من الجرام نيجاتيف. هتلاقي البنسلين شغال على جزء من الجرام نيجاتيف وشغال على كل الجرام بوزيتيف وشغال على جزء من الكلاميدز. وكذلك بقيت الحاجات. وهنلاقي هنا التتراسايكلين شغال على جرام نيجاتيف لكن اغلبها شغال على الجرام بوزيتيف كلها، شغال على الاتيبيكال وشغال على الكلاميديا او ريكيتسيا. التتراسايكلين يمكن هو اكتشافه لما اكتشف وبعد كده بدا الاستخدام بتاعه او السنسيتيفيتي بتاعته بالنسبه للانتيبيوتيك تقل، فبدا مبروش ليه دور كتير وخد فترة بعيد خالص عن الديسكريبشن في الانتيبيوتكس. وده يمكن اللي بيفسر رجوعه بقوة ومدى تأثيره على المايكرو اورجانيزمز او البكتيريا. هتلاقي ان احنا بنستخدم تتراسايكل حاجات كتيرة بتجيب فيها نتائج رهيبة حاليا. ده دياجرام سيمبل بيشتغل على شوف بيقول الميكانيزم في اكشن الاكشن بتاع الانتي مايكروبيال دراجز. في حد بيشتغل على السيل وول، في حد بيشتغل على السيل ممبرين، في حد بيشتغل على البروتين، في حد بيشتغل على النيوكليك اسيد. ده اللي يمكن المين فور ميثودز او ميكانيزمز اوف الاكشن اوف انتي مايكروبيال دراجز. ده برضه نفس الدياجرام، جبنا كذا دياجرام ودياجرام دياجرامات جميله بصراحه. على حسب المود فاكشن احنا قلنا انهبيشن للسيل وول او السيل ممبرين او البروتين او النيوكليك اسيد. وفي طبعا في نوع خامس اللي هو اللي بيشتغل على بعض الميتابوليزم بتاع الخليه. في حد بتشتغل على الفوليت او الفوليك اسيد. طبعا هنا البنسلين بيحاول يضرب الخليه، هو هنا يقدر يموتها على اساس انها لها سيلول، لكن حتى الديفيشنت سيلول زي المايكوبلازما ما بيقدرش عليها انها اساسا ما فيهاش سيلول، ففكره عمله هنا ما بتنفعش مع الموضوع ده. اتكلمنا على الكومبليكيشن دراج توكسيستي، مش هنتكلم كلام جنرال، التوكسيستي هايبر سنسيتيفيتي والسوبر انفكشن، والمهم خالص الريزيستنس اللي هنبدا النهارده هندردش كلمتين عنها وهنستفيد فيها الدور الجاي بتعمق اكتر. ازاي اختار ازاي اكتب مضاد حيوي؟ وده احنا قلناها سريعا وهنقولها ان شاء الله في المحاضره الاخيره، يمكن هنقولها مع الستيوارد شيب ان شاء الله. ازاي اختار؟ لازم الاول على حسب حاله العيان، نوع العدوى، نوع البكتيريا، والحاله المناسبه الناس بتدي امبيريكال، لازم اشوف طبيعه العدوى ايه، مكان العدوى برضو السايت بتاعها هتفرق معايا. كمان لو في كالتشر سنسيتيفيتي يبقى احسن واحسن بكتير، على الرغم ان احنا احيانا الكالتشر سنسيتيفيتي احنا ممكن نعملها نيجليشن، يعني ما نعرهاش اي اهتمام بتعمل لنا كشر ومنمشيش على الحال اللي عليها. هنقول الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله، يمكن جزء منه النهارده وجزء منه الدور الجاي. امتى اعتمد على الكالتشر سنسيتيفيتي او اخد بالكلام اللي فيها، وامتى ما اخدش، وامتى لازم اطلبها وامتى ممكن ما اطلبهاش.
طبعا الافضل ان احنا نطلبها، بس في بعض السيتويشن المعينه اللي تبقى انديكيت للاربع حاجات دول. طبعا اختيار المضاد الحيوي، احنا المفروض ان احنا بنختار الحاجه النارو سبيكترم، كل حاجه تكون برود، كل ما يكون لها كوميونيكيشن اكتر. لكن انا مضطر اكتب ان انا برود سبيكترم اكتيفيتي، بس كل ما اكتب برود يبقى معنى كده ان انا مش عامل جيس كويس او مش مخمن كويس ايه السسبتبل اورجانيزم الموجود. طبعا بنختار المضاد الحيوي اللي هو سيف للعيان. في بعض البيشنس ممكن يجي لي في الكالتشر سنسيتيفيتي انا بكتب دراج معين، لكن دراج معين ده الكلام ده ان فيترو، لكن ان فيفو هتلاقي ان الموضوع يختلف. هتلاقي مثلا في كونتر اندكيشن، قلنا سواء كان بريجنانسي او كان سواء كان الايج بتاع العيان، كأي لينك ديزيز زي رينال هيباتيك اي وات ايفر كان السبب الموجود. اشوف الديوريشن اوف ثيرابي، لازم تكون امشي على الديوريشن كويس عشان ما يحصلش ديفلوبمنت للريزيستنس. اختار مضاد حيوي واحد ولا اكثر من واحد؟ طبعا كل ياتي لها بعض القواعد، وخصوصا موضوع الكومباينيشن. في بعض الحالات او السيتويشن اللي انا بكتب ان انا اعمل بريسكريبشن لاكثر من مضاد حيوي، غير طبعا ان انا لا مؤاخذه اسف اهبل مش عارف ايه الموضوع، تلاقي واحد جراح بعد العمليه كاتب له حاجه تغطي الجرام بوزيتيف، حاجه تغطي الجرام نيجاتيف، حاجه تغطي الاتيبيكال، حاجه تغطي الانيروب، كاتب له تشكيله مضاد حيوي كده. هو انت كنت شغال فين في الزريبه؟ ما لا، المفروض يكون في فيلد كده ان الجراح الشاطر اللي بيعمل عمليه وما بياخدش مضاد حيوي وبعديها، طالما هو واثق من الاسيبتيك كونديشن او التكنيكس اللي هو عملها، وواثق من الستيرايزيشن، وواثق من الفيلد اللي هو عمله كان اندر اسيبتيك كومبليت اسيبتيك كونديشن. لكن بعض الحاجات كسيفير انفكشن، كميكسد انفكشن، كحاجات ان انا بستخدم مضاد حيوي كان بيعمل سينرجيزم، يعمل يقوي واحد يقوي المضاد الحيوي الثاني، ففي الحاله دي انا بستخدم كومباينيشن. طبعا في كومباينيشن ده ليه افكتس كسينرجيزم او كانتاجونيزم او ديفرنس او اديشن، كل الكلام ده احنا بيزكس واحنا عارفين. بعض الحالات اللي بستخدمها كيمو بريفلاكسس في بعض الديزيز، روماتيك فيفر، في تي بي، في السب اكوت بكتيريا اندوكاردايتس، انا بستخدم الكلام ده تو جارد البكتيريا الانفكشن، في المينينجايتس، في الكوليرا، في الجهاز الجنين، في كل الكلام ده انا بستخدم الانتي بوتس ككيمو بروفلاكس. اتكلمنا على الكومبليكيشن وقلنا اهم حاجه فيها الريزيستنس. دي كانت محاضره الدور المره اللي فاتت، هنبدا سريعا في محاضره النهارده. احنا قلنا الانتي مايكروبيال، كيموثيرابي، دراج اند باج انتر اكشن، وده المصطلح كبير خالص. واحنا قلنا قصه الطبق ده، قصه اكتشافه كمصادفه تمام، الفطر ده اللي موت حواليه البكتيريا وقعد فتره طويله ما يقرب من 12 سنه عشان يستخلصوا فطر يستخلصوا البنسلين من فطر البنسيليوم، وبدا ينزل ويستخدم في الحرب العالميه الاولى لاول مره وعطى نتائج مهوله. واعتقد كان ساعتها المعسكرين اللي كان في الحرب العالميه الثانيه، المعسكرين سواء كان الالمان او كان سواء المعسكر الثاني، كان الالمان كان جاهزين بتتراسايكلين وبعض الكومبوننت كده، لكن فوجئوا بالمعسكر الثاني لما اكتشفوا البنسلين وبدأوا يستخدموه، فده كانت ضربه مهوله للالمان والحلفاء بتاعهم. هم كانوا داخلين عاملين حساب ان هم داخلين قوة عسكرية، قوة بيولوجية، واخدين كل
الادفانتج بتاعت التقدم العلمي ساعتها، لكن فوجئوا باستخدام البنسلين ساعتها. وده الطبق، صورة الطبق أثناء اكتشاف ألكسندر فيلمينج فطر البنسلين. جاء على أو فيلمينج، ألكسندر فيلمينج قال كلمة، قال هيجي في اليوم البنسلين هنشتريه من المحلات. طبعا ما كانش في صيدليات زمان، فهو فعلا جه اليوم اللي احنا بناخد البنسلين بكثره من المحلات او الصيدليات. فكره الريزيستنس عاد لما حصلت، احنا قلنا البنسلين اكتشف واستخدم في الحرب العالميه الثانيه، مع طول استخدام او الفتره او الاستخدام الواسع بتاعه، وطبعا ما عارفينش هم السايد افكتس بتاعته اللي ممكن تحصل، فبدات تحصل الريزيستنس، انه طبعا مش كانش بيعالج كل الامراض، هو طبعا او كل كل الانواع المايكرو اورجانيزم، ففي بعض الاورجانيزمات بدات ما هو ما بياثرش عليها، بس بدات تاخد جين ريزيستنس. ويمكن في القصه الجميله بتاعت الانتيروكوكاي اللي هتحصل بعدين، بعدها ب 20 سنه من الوضع ده، من ساعه اكتشاف البنسلين، لما عطت الجين ريزيستنس بتاعت الفانكومايسين، تمام، عطوا الاستاف اوريوس، هو اكتشفوه اساسا في الانتيروكوكاي، في الفانكومايسين ريزيستنت انتيروكوكاي، راح عطياه للاستاف اوريوس ريزيستنت فانكومايسين. ففكرة لا مؤاخذة دكتور محمد، مش عايزة أقطع حضرتك اتفضلي يا دكتورة زهراء، دكتور محمد، اتفضلي دكتورة. لا مؤاخذة بس عشان دكتورة هبة بتتكلم على الواتساب إن هي عايزة حد يضيفها، تقريبا حضرتك ما قبلتش إضافتها أو حاجة زي كده. أنا مفيش حد طلب إضافة، فأنا ما... دكتورة هبة ماشي، هي ما... طب تكتب طلب، أنا ما مش عارفة، هي لقيتها أنا ما... كاتبة على الجروب. آه أنا ما ظهرليش طلب إضافة هنا، بس أنا حاطط اللينك قدامه أهو، بس مفيش غير حضرتك والدكتور مصطفى موسى بس. خلاص تمام، انا هحاول اكتبها، اقول لها حاولي تاني. تطلب تكتب، يعني هي نعم تحاول تخش تدخل على اللينك وانا اعمل لها ابروف، خلاص ماشي، عشان انت هقول ما لها تحاول دخلتش عليه. تاني. تمام هقول لها تحاول تاني. ماشي. لو عايزين نعمل لينك جديد مفيش مشكلة، مفيش مشكلة يعني. لا هو كويس عندي حضرتك، يعني بمجرد ان انا يعني دوست على اللينك اتفتح على طول، بس مش عارفة ليه الدكتورة هبة مش مفيش حاجة جات لي ان حد طلب خالص، مفيش، انا قدام الصفحة الرئيسية اهو، مفيش اي طلبات اضافة خالص يعني. تمام خلاص احنا هنكمل، مفيش مشاكل، ولو جت يعني حضرتك، انا بس حبيت ما الفت فيش نظر مشاكل، انا حضرتك خدت بس بالي مش من على اكتر. الوصف. تمام، شكرا دكتوره زهراء. لا لا اتفضل حضرتك، لا اتفضل اتفضل حضرتك كمل اتفضل. فموضوع الريزيستنس جين تنتقل سواء كانت كروموسوم او بلازميد، ممكن البلازميد هي اكتر، احنا عارفين ان البلازميد هو اللي يمكن بينقل اكتر موضوع حته الريزيستنس، عشان هو موفابل منتقل من خلايا التانية. كمان حكاية الجامبينج جينز ممكن تنقل الكلام ده، يمكن الدكتور محمد شرح باستفاضة، هو راجل أستاذنا في الموليكولار. ففكرة الريزيستنس جين ممكن تنتقل عن طريق البلازميد من بكتيريا إلى أخرى، وإحنا هنا بنشبه البكتيريا انها قلبها ابيض مش زينا للاسف يعني، فبتحب عيالها وعيال عيالها واخواتها وقرايبها وفي الشارع وكل الناس بتحبهم، بمعنى انها بتورث الجين اللي تكتسبه وات ايفر كان الجين ده، حتى ريزيستنس او غيره، وبتديه للجينيريشن القادمه من منها، او حتى من بكتيريا تاني في ذا سيم جروب، او حتى اذر سبيشيز خالص ممكن تنقل. واحنا قلنا المثال
بتاع الفانكومايسين، وفي حاليا امثله كتير من الترانسميشن اوف ريزيستنس جين بين ديفرنت سبيشيز اوف بكتيريا. فهي بتنقل حتى للحاجات اللي هي المختلفه عنها خالص، هم بيحبوا بعض، وده سبب بقائهم لغايه الان. سبب البقاء انهم بيحبوا بعض وبيورثوا بعض الحياه المفيده ليهم، والحياه الضاره بيحاولوا يعملوا اورينتيشن لبعض عن طريق التوكينج بينهم وبين بعض. وطبعا الدكتور محمد في الترانسدكشن والترانسفورميشن والكلام ده كله هو استاذنا طبعا. يعني صوره خفيفه كده عايزين نقول، لما نيجي نكتب مضاد حيوي او عموما الفيزيشيان سواء كان اطباء او صيادله او طبيب، حتى الناس الجنرال بوبيوليشن، لما هنشوف شويه كده في بعض الداتا الاعلاميه والاعلانيه اللي بتنزلها ومنظمه الصحه العالميه، فهتلاقي المفروض كل الناس يكون اوير بالانتيبيوتكس، بالاستخدام بتاعه، بالريزيستنس اللي ممكن يحصل بتاعه. لازم نعرف ان مفيش مضاد حيوي ماجيك بيقضي على كل المايكرو اورجانيزم، لا. في برود سبيكترم، لكن مفيش واحد بيقضي على كل المضادات الحيويه. فاحنا لازم نفهم مضادات حيويه كويس، مش شغلتنا احنا كمايكروبيولوجيست او حتى كاطباء جي بي او غيره. لازم حتى محترفين الى حد ما فيها اعرف البكتيريا الفلانيه بينفع معاها المضاد الحيوي الفلاني، او المضاد الحيوي الفلاني بيقضي على البكتيريا الفلانيه، واقدر اعمل سسبيشن للبكتيريا ديت عن طريق السايت اوف انفكشن. عارف ان يو تي اي المستقوم بتاعها الايكولاي، ما اديش حاجه بتشتغل على جرام بوزيتيف مثلا، الا لو انا عامل كالتشر سنسيتيفيتي وطالع عندي مثلا مايكروب تاني اذر ثان الاشريشيا كولاي. فلازم نكون نحاول نعرف او نبقى اوير شويه بالانتي مايكروبيال او الانتي بوتكس، لان احنا بنكش منها بصراحه، بنخاف نشوف الاستراكشر بتاعها والشكل الغريب، احنا بنتعجب ما بنبصش وما بنكملش. والله خلاص ماشي، بتوع الكيمياء او بتوع البايوكيمستري او بتوع الفارماكولوجي بيشوف الاستراكشر، بس احنا لينا هنت، او ممكن احنا لينا حته في الاستراكشر اللي تفيدنا، لكن برضه هنبقى اوير شويه بالاذر بروبرتس بتاعت الانتي بوتكس، ما نخافش منه، ما نكشش منه، احنا بناخدها حفظ 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 حفظ. لكن بعض الاحيان او المفروض ان احنا لو فهمناها تبقى الامور سيمبل او موست سيمبل زياده عن اللزوم. بختار المضاد الحيوي رقم ثلاثه، بختار المضاد الحيوي على حسب الكالتشر سيفتي، بعمل مزرعه، وده المهم طبعا عشان الظروف الاقتصاديه بتاعت ناس، مش كل عيان هيجي لي، لكن انا المفروض في حاجه اسمها امبيريكال ثيرابي، اشوف السسبكتد اورجانيزم في المكان ده على حسب السايت بتاع. معلش يا دكتور محمد، اتفضل. دكتور مصطفى اتفضل. السلايد واقف عليه، السلايد يا فندم واقف عليها ولا انت ما حركتش السلايد؟ لا نفس السلايد، اوبننج مسج صح عندك كده؟ تمام. احنا في رقم ثلاثه، البكتيريا الكروموزوم والبلازمات. رقم ثلاثه، لا معلش مكتوب لي بره السلايد، لان بصراحه الكلام هو الكلام كتير، وانا ما بحبش الحاجات التقليديه بصراحه، انا في كلام كتير، بس يعني عشان شغل الاكاديميك فالواحد هيضطر يلتزم شويه بالتقاليد الاكاديميه، لكن الكلام كتير خالص على المضادات. فالانتي ميكروبيال المفروض او الانتي بوتكس انا بكتبها على حسب الكالتشر اللي بتطلع، الكالتشر سنسيتيفيتي، لكن في بعض الاحيان بتكونش هي متاحه، وهناخد شويه كده لو كانت متاحه امتى اخالفها، امتى ما مش بهتم بيها، امتى اعملها نيجليكشن، خلاص اعملها اهمال، هنشوف الكلام ده. فالمهم المفروض لازم يكون في كالتشر سنسيتيفيتي اساسي الى حد ما على حسب المتاح. بختار المضاد الحيوي المناسب هو الانديكيت، لما يكون انا فعلا عايز مضاد حيوي، بمعنى
كلمة كلمة وين انديكيتد هنا هنرجع تاني، يعني إذا كان فعلا هي انفكشن، ما ممكن تكون حاجة كومنسال أو نورمال فلورا، أنا عزلت طلعت كونز مثلا كوجنيتيف نيجاتيف ستاف، أو حتى طالع ايكولاي من العينة يورين أو عينة ستول، فطب ما هي اوريدي موجودة كومنسال، يبقى وين انديكيتد لو هي الموضوع أساسا انفكشن. وهناخد في سلايد بعد كده الساينس سيمت بتاعت الانفكشن. طيب احنا عندنا في التريانجل بتاع الانفكشوس ديزيز بيتكون من باثوجين الميكروب نفسه اللي مسبب، فلازم اعرف كل حاجه عن الميكروب ده، اسلحته، مميزاته، نقاط القوه اللي عنده، نقاط الضعف اللي عنده، كمان الانتيبيوتكس. مش معقول اروح حارب حد، طبعا الباثوجين لازم وانا حارب حد اكون عارفه. طيب الانتيبيوتيك، طب انا واخد سلاح مش لازم اعرف استخدم السلاح ده ازاي. الانتيبيوتيك لو انا ما اعرفش استخدمه ازاي وامتى وفين، يبقى كده السلاح بتاعي ممكن يبقى يهدر او يبوظ، او حتى ممكن يجيب لي انا كومبليكيشن او مشاكل. يمكن الركن الثالث اللي هو البيشنت، بتكون في بعض الاعتبارات في البيشنت ظروفه الصحيه، حالته الصحيه، احنا قلنا قبل كده ممكن في حالات ما تنفعش معاه، انا خلاص عرفت ان هو ده اورجانيزم مثلا ستاف اوريس، الانتيبيوتيك بتاعه اللي ينفع معاه الانتيبيوتيك الفلاني، بس هو ما ينفعش مع العيان ده لظروف ما، لظروف الحاله الصحيه او الهيستوري بتاعه بيخليني ان انا ما اقدرش استخدمه. كباثوجين مسبب ل في التريانجل دهويتي الموست كومن فيها البكتيريا، طبعا ممكن الباثوجين ممكن يكون بكتيريا، فيروس، فنجاي، وات ايفر، بروتوزوا، تمام. فانا خلاص مثلا لو هنبدا بالبكتيريا، مثلا البكتيريا طبعا الاول لازم نفرق بين ده، حتى بيزكس بالنسبه لنا احنا علشان المحاضره يمكن جنرال شويه، فدي شغله بيزك ده بتاعنا احنا. هفرق طبعا بين جرام نيجاتيف وجرام نيجاتيف، جرام نيجاتيف وجرام بوزيتيف، وفي اكون عارف البراكتيكال كلاسيفيكيشن بتاعت البكتيريا، سواء كانت جرام بوزيتيف ولا جرام نيجاتيف، هل هي انيروب او اتيبيكال، حتى واخد وافضل امشي بالسكيم بتاعي لغايه لما اوصل الفاينل دايجنوز واوصل فعلا الكونفرميشن لسسبكت مايكرو اورجانيزم. فالبكتيريا مهمة جدا اعرفها واعرف خصائصها، لكن مهم اكتر ان انا افرج او اعمل ديفرنشيت بتوين النورمال فلورا والكلام اللي قلناه. النورمال فلورا اصلا موجوده بس ما بتعملش اي ديزيز الا اذا في حالتين، هي تعمل ديزيز في حالتين، لو المناعه بتاعت الانسان قلت او راحت من مكان لمكان، مثلا مناعه قلت خلاص هو ايدز او اي كرونيك ديزيز وات ايفر، او كيموثيرابي او كورتيكوسترويد ثيرابي وات ايفر، يعني الحاله اللي بتخليه ميون كومبرمايزد او المناعه بتاعته دكتوره زهراء معايا؟